ما اشلون بعد طبعا ما قلت لكم حطيتها ليله كامله. شوفوا يعني انا ما ودي يعني شوفوا ها شلون جامد هذا مثل القشطه. والله انا وايد احب الروب، شوفوا وايد حلو. راح احطه الحين طبعا بالثلاجه، خل اذوقه لاني انا امس حطيت لكم بحط فيه سكر شويه، حطيت قفشه سكر وحطيت قفشه. ايش حالاته؟ لان الحموضه اللي انا استعملت الشام زبادي الشام، وطبعا هذا نفسه تقدرون تسوون فيه لبنه. راح اغطي واحطه بالثلاجه، يقعد عندكم على حسب استعمالكم. ينن سووا على طريقتي وراح اكون كذي. صباح الخير والنور وبالنور يا جماعه، وايد تسالوني ومن زمان ومع طريقه عمل الزبادي البيت اللي انا نسويه وموجود كل مكان نسويه، واحنا كلنا يعني كل بيت يسويه بروحه. انا امانه اسويه بالحليب البودر، عندي تقريبا حاطه هذيله 7 قلاصات بودر حليب. انا امانه ما اسويه بالمقادير، لكن علشانكم راح اسويه بالمقادير طبعا لازم. تقريبا هذا ياخذ كيلو ونص حليب، خل اقول بالضبط كيلو ونص حليب او كيلو وربع حليب بودر. بحط علبتين روب زبادي الشام، ابي شويه حامض، بحط فيه قفشه سكر. طريقتنا احنا كذي اللي انا تعلمتها من سنين وبنين، معنا طبعا الجدر الملبس لازم، او تبروير او بشيء تحبونه، لكن انا احبه في هذا. نحط لازم يعني في ناس تسلق الحليب، انا الماء يغلي طبعا على الحين على المقادير هذه الحليب الجلاسات الحليب. راح احط بالنظر، انا ما اعرف اقول على كل جلاس احط جلاسين، على كل جلاس احط جلاس ونص، ما اعرف كذي. فتعلموا شوفوا بالنظر عينكم ميزانكم، لا احد يقول لكم بالجلاس، لان جلاسي انا يختلف عن جلاسكم، جلاس هذاك جلاسي يختلف على جلاسكم. فسووا انتم بال 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 يعني طبعا ما راح يصير حليب كلش ماي نفس ما نشربه الحليب الصبح اللي نشربه، لا راح يصير شويه اثقل. انا حطيت على قد الجلاسات ولوتي 7، حطيت 7 ماي. الحين بس الماي يغلي راح احط مثلهم 7 احط هني. قاعده اقرب لكم المقدار، قاعده اقرب لكم. حطيت الحليب هني وراح انا ما اخليه يغلي لان اوريدي الماي مغلي، فخلاص تشوفون طبعا هذا ماي الجلاس لان نفس المقدار حطيت فيه حليب. والروب نخليه لما يدفي الحليب، مو الحين الروب نخليه، لا لما يدفي. شوفوا طبعا دفى الحليب. الحين ابي هذا اللي حطيت لكم 7 قلاصات، الحين بحط بعد قلاص اوكي، وبحط قلاص ثاني، ما ابي وايد خفيف بس كافي. انا حطيت تقريبا 10 قلاصات، بخليه الحين بس يدفي. كاهو الزبادي عندي الروب، ما راح احط الحين، بس لما احط اصبعي اتحمله وخلاص واوريكم ليه. طبعا باكر ما شفت الروب شويه دفى طبعا، اللي انا استحمل احط ايدي. نعيد من 1 للـ10. خلاص حطيت علبتين زبادي. انا عشان بس بوريكم الحين، انا ادري كل اللي يسويه، لكن الثك هذا مات الحليب مو من الحليب اللي نشربه، لا شويه اثقل منه. وعينكم مقداركم يعني ميزانكم يا جماعه، عينكم ميزانكم اللي تقدرون تشكر تحطون كمية الماي. وطبعا إذا زاد الماي شوية مو معناته صار غلط، لا بلى راح يصير، راح يصير الروب. خلص خلصنا، راح أغطيه الحين، أغطيه على السلفان أحط أو النايلون وأخليه لمكان دافي للحين لباكر إن شاء الله.